السلام عليكم، معكم اخوكم رضا من القناة الخير في الشارع. الدرس ديال اليوم ان شاء الله كما وعدتكم غادي نقرا نعرفكم على لوتي ديال الفيرتواليزاسيون اللي هو فيرتوال بوكس. اوكي، انا ما غاديش ندير لانستالاسيون، لكن حيت لانستالاسيون شي حاجه اللي ماشي صعيبه، يعني كتيليشارجي لو فيشي ديال فيرتوال بوكس كدير لانستالاسيون سويفون، يعني ماشي شي حاجه كومبليكي. ولكن الا لقى شي واحد شي بروبليم في الانستالاسيون ولا في لو تيليشارجمون ديالها، يخلي ليا في هاد لا فيديو في الكومونتير يكتب ليا كورا خويا رضا عندي مشكل في كذا كذا، ونحل معاه المشكل ولا ندير اون فيديو. اوكي، هادي من جهه. هنايا عندنا الانترفاس ديالو هي هكا، هاد لي ماشين اللي كتشوفو هنا بي سي 1 روتور 1 روتور 2 بي سي 2، هادو خدمت بهم انا. نتوما لا انستالاتو يكون عندكم هنا خاوي. اوكي، الحاجه اللي خصكم تعرفوا هي بحال دابا شي واحد عنده سيستم ديكسبلوطاسيون بلونغلي، راه غادي انستالي ليه باغ ديفو فيرتوال بوكس بلونغلي. شي واحد بيبدل لا لونغ، راه كتجي الفيشيي باغامتر لونغ، وكتختار هنا لا لونغ اللي بغيتي. اوكي، وكدير اوكي وصافي كيتحول لك لا لونغ ديال الفيرتوال بوكس. الوغ بور لا كرياسيون ديال اون ماشين فيرتوال غادي تحتاجوا اون ايماج ايزو، تيليشارجيوها بالتورنت، تيليشارجيوها من مايكروسوفت. المهم اون ايماج ايزو بوتابل اللي تقدر تانستاليها على حسب السيستم ديكسبلواتاسيون اللي بغيتي تخدم به، واش لينوكس، واش فيدورا، واش سنت او اس، ولا المهم لي سيستم ديكسبلواتاسيون. مثلا بيجي ويندوز سيرفر، غادي تيليشارجي ويندوز سيرفر على حساب السيرفر اللي بيقريكم بهم في الفورماسيون، واش 2008، واش 2012، واش 2016، على حسب. انا بور لو مومون غادي ندير دي ماشين كليون مثلا هي بالويندوز 7. اوكي، باش نفهمو بعدا غير لا كونيكتيفيتي اونتر دو ماشين، نديرو الغوتا. غادي نفتح واحد بين قوسين الخويا فؤاد اللي في لا بلجيك تيجي واحد لا فورماسيون، و لو بروف دار ليهم اون ماشين ويندوز قلبها ليهم غوتور. اوكي، باش يجسد ليهم ديك لا نوسيون ديال اون ماشين مربوطه لان غوتور، غوتور مربوط لان غوتور، والغوتور الاخر مربوط لان ماشين، هو يدير الغوتاج اونتر دوك لي دو غوتور. اوكي، غادي نشوفوها ماشي غوتور، مي غادي نستعملو اون ماشين ويندوز 7 وغادي نقلبوها تجي لنا بحال غوتور، تجي لنا الغوتاج. اوكي، غادي نشوفوها من بعد هاد لا فيديو هادي. اوكي، بور لا كرياسيون غادي ندير نوفيل، غادي نمشي لنوفيل وغادي ندير لو نون ديال لا ماشين. مثلا انا ندير لها تيست. اوكي، نسميها تيست. هنايا خلي لو دوسي ديال لا ماشين باغ ديفو، ما تقيسوش. اوكي، بوغ الناس اللي يلاه بدات ما تقيسوش. تيب راه كتختار تيب، بحال دابا انا بين ندير ويندوز كندير مايكروسوفت ويندوز، كاين لينكس، كاين سولاريس، كاين المهم داكشي اللي كاين. المهم كندير انا مايكروسوفت ويندوز، كنختار لا فيرسيون، واش اكس بي، واش فيستا، واش المهم كدير ويندوز 7. الا كان شي سيستيم اخر بحال دابا مثلا تيب ما عرفتيش، كدير اودر، يعني كدير اوتر. اوكي، انا في هذا لو مومون غادي ندير مايكروسوفت ويندوز 7 64 بيت، كندير سويفون. هنا لا رام انا مثلا بنعطيه 1 جيجا في الرام. اوكي، من بعد راه ممكن تموديفي، يعني راه ممكن تموديفي هاد الرام، دابا نوريكم كيفاش. اوكي، كدير سويفون هنا كريي ديسك فيرتوال مانتنون، كدير كريي هنا سويفون، هنا ديناميكمون الوي. اوكي، هنايا كتسبيسيفي لي لاطاي شحال بتعطي، مثلا انا نعطيه مثلا واحد 20 جيجا مثلا، كدير كريي. اوكي، كيما شفتو هنايا لي مسيليكسيوني تيست ماشين تيست. اوكي، هادي من جهة. هنا فاش كتبي ديماغي دابا يلا كرينا لا ماشين، مازال ما انستاليناش لو سيستيم ديكسبلواتاسيون، كندير ديماغي. اوكي، هنا نورمالمون فاش غادي تحل لا ماشين غادي يعطيني واحد لا فونيتر بيقول ليا دخل ليا لو شومان فين كاينه ليماج ايزو اللي بغيتي تانستالي. لاحظوا معايا هنايا راه قال لك شوازيسي لو ديسك دو ديماراج، هنا كتكليكي على هنايا وكنمشي ليه مثلا اجوتي. اوكي، اجوتي، وغادي نمشي لو دوسي اللي عندي في الديسكتوب مسميه مثلا انا ايزو ايماج ايزو، وكنعطيه 7 وكندير
ouvrir, quand sélectionner, il y a qui te monte à lier avec le disque, qui dire démarrer. Alors, qui m'a fait chauffer, il y a un démarrer. Ou a dit, il y a dire Windows is loading file, il y a télécharger les files من ISO. Ok? من بعد غادي يخرج ليا الانترفاس ديال الانستالاسيون العاديه يعني بحال اللي بغيتي تانستالي انت ويندوز عادي اوكي ها هو هنايا راه خرج ليا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون انا عندي باللغه الايطاليه مي ماشي مشكله راكم غادي نبدا نشرح لكم بلي تيرم اش غادي تلقاوكم فرونسي اوكي كدير سويفون انستالي اوكي يعني كدير انستالي المهم كيبدا هو كيديماري لوتي ديال لانستالاسيون بحال باش تانستالي انت فيزيكمون انا بحال باش انستالي في البي سي ديالك يعني ماشي هنا كتختار الويندوز اللي بغيتي لا فيرسيون اللي بغيتي كدير سويفون هنا كتاكسبتي سويفون عادي هنا بيرسوناليزي مثلا هنا الا بغيتي تقسم الديسك توربي ديال بارتيسيون ا بارتيسيون بي ولا سي و دي مثلا كتجير هنايا بحال يعني عادي يعني حاجة عادية مثلا هنا مثلا كتجير نوفو يعني نوفيل بارتيسيون كتكريها وصافي انا غادي نخليها بارتيسيون وحدة حيت هذا ان تيست كندير سويفون وهنا كتبدا لانستالاسيون يعني لانستالاسيون العادي هذا من جهة المهم من بعد كي غوديماري كيتانستالي لك السيستيم انا غادي نانيولي هادشي هذا غادي نانيولي لانستالاسيون حيت جي با بوزوان لهاد لا ماشين هادي اوكي باش نوريكم يعني كندير اوكي غادي نسيبريمي هاد لا ماشين تيست سيبريمي تو لي فيشيي اوكي اللي بغيت نقول لكم يعني انا فاش غادي نانستالي واحد لا ماشين ويندوز فاش غادي نانستاليها اوكي ما غاديش نبقى كل ساعه كنانستالي وانا محتاج دي ماشين اخرين الوغ اش غادي ندير غادي نكلونيها يعني غادي ننسخ ديك لا ماشين اوكي باردون مثلا انت تانستالي عندك هاد لا ماشين اللي هي هاد بي سي 2 اوكي فيها ويندوز وبغيتي تنسخها كدير لها بوطون دووا وكدير لها كلوني اوكي كلوني اوكي هنايا كيقول لك اش بغيتي تسمي هاد لا ماشين يعني بدل لها السميه نديرو لها مثلا حنا بي سي 3 ولا نديرو لها ويندوز نكتبو لها ويندوز اوكي وهنايا هاد البوليتيك ديال لادريس ماك كما كتعرفوا لادريس ماك هي سي اون ادريس فيزيك كي ايدونتيفي واحد لا ماشين في ان ريزو لوكال اوكي كتجي لي هنايا جينيري دو نوفيل ادريس ماك بور توت لي انترفاس ريزو اوكي هنا كتجي سويفون كلون انتغرال كلوني اوكي هنا كتبدا كتكلونا كتبدا كتنسخ يعني كتسهل عليك الماموريات لانستالاسيون يعني كتبدا كتنسخ مثلا انستالاتي ويندوز محتاج دو ماشين اخرى كتكلوني جوج اخرين اوكي وكتسهل عليك لو ترافاي هذا من جهه الوغ بعد ما شفنا انه كيفاش تكلونيو يعني بيولي عندكم دو ماشين فيرتويل نورمالمون انتم غادي يولي عندك دو ماشين فيرتويل ويندوز غادي ديماريوهم عادي بشكل عادي غادي انت مثلا الاولى واحد الحاجه ما وريتهاش لكم بالنسبه الى كنتي مثلا لا ميموار غام بغيتي تبدلها بغيتي تموديفيها كتجي كتسيليكسيوني لا ماشين اللي بغيتي اوكي وكتجي الافيشاج يا ربي سمحوا لي ماشي افيشاج غادي نجي للسيستيم في سيستيم غادي تكليكي على هاد ميموار فيف انا عندي فيها 844 ميجا اوكتي غادي نكليكي ونقدر نبدلها شفتوا كي تنبدلها يعني نقدر نبدلها اوكي كدير اوكي وصافي ما عندكش مشكل حاجه اخرى اللي بغيت نشرح لكم الحاجه اللي مهمه بغيت نشرح لكم هي لي زانترفاس ديال لي كارت ريزو الوغ هنا تتمكن لك فيرتوال بوكس باش تعطي لكل ماشين 4 ريزو 4 ريزو عقلوا معايا يعني مثلا هاد لا ماشين بي سي 1 بغيت نشوف لي كارت ريزو ديالها غادي تجي للريزو هنايا ريزو كتكليكي على ريزو
فهمنا. لاحظوا معايا كتعطيكم ادابتر، ادابتر واحد و جوج و ثلاثه و اربعه. لاحظوا معايا عندي اكتيفي انا هي وحده، راه نقدر نزيد وحده اخرى والثالثه والرابعه، مي انا محتاج دابا بوغ لو مومون وحده. علاش؟ حيت بين كونيكتي دو ماشين فيرتويال، يعني بغيت خصني وحده وحده وبين كونيكتي بحال لا كونيكتيتهم بان كابل. اوكي، يعني هنايا لو مود داكسي ريزو غادي نهضر عليه في شي فيديو اخر، فيه بزاف ديال لي مود، كاين نات، كاين لاكسي باغ بون، ريزو انترن، ريزو بريفي اوت، المهم انسي دو سويت. حنا غادي نديرو ريزو بريفي اوت. اوكي، ريزو بريفي اوت هكا غادي نديرو ليها حنايا. و كاينه افونسي، يعني ما ماشي شي حاجه اللي يعني يوتيل بور ديبيوتي في هذا في الفيرتواليزاسيون، يعني غادي نخليو الحوايج بازيك ساهل. اوكي، هنا كدير اوكي، واخا هنا غادي تشوفوا كو ريزو انترفاس واحد وعطيك اون كارت ريزو وحده. اوكي، هي اللي محتاجين. من بعد كدير ديماري. اوكي، غادي نديماري البي سي 1 وغادي نديماري البي سي 2، يعني اللي مانستالي فيهم ان سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز. اوكي، يعني كما غادي تشوفوا معايا راه مانستالي فيهم ان سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز. غادي ندير الوغ، من بعد ما ديماريت لي دو ماشين ديالي، انا دابا غادي نشرح لكم اشنو غادي نديرو. اوكي، انا عندي هنا واحد الطابلو صغيور، عرفتي هاد فكرنا هاد الطابلو بحال داكشي، هي ما تحزر الساس الله عجبت تفكرت يا ما تبدي دائما سد 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 هاكتي زعما لا والله لا. المهم هادي دابا جاتني بس نرجع لها الدرس هذا. المهم غادي تجي دو ماشين، دو ماشين راه هي هادشي اللي كاين. الا بغيتي تقرا ما بغيتيش تقرا سير اخويا راه صبر راه بالطباجين غادي تولي بحال هذا ديال القز. غادي عندي دو ماشين. اوكي، غادي اليوم بحال هكا كيما كتشوفوا هنايا في لا فيديو، غادي نخدم دو زادريس اي بي من الريزو 192.168.1.0. اوكي، لو ماسك غادي يكون سلاش 24 اللي هي 255.255.255.0. اوكي، هاد الريزو غادي نعطي بوان 2 البروميير ماشين و بوان 3 لا دوزيام ماشين. اوكي، هادي هادشي شرحتو لكم غير هنايا غير باش تبان لكم اشنو غادي ندير في الفيرتويل. اوكي، غادي نخليها ابار هنايا، غادي نرجع لي دو ماشين ديالي. اوكي، الو في البروميير ماشين انا بدلت التصاور، مي هنا راه مكتوب بالفوق، هنا بي سي 1 وهنا بي سي 2. من بعد غادي نبدا كنقاد لكم واحد لاغيير بلون تكون مكتوبه فيه هنا بي سي 1 باش يبان لكم في بي سي 1 بي سي 2. دابا بي سي 1 هو اللي فيه هاد اللوغو ديال ويندوز الكلاسيك. اوكي، اول حاجه غادي نفيريفي، اسمع معايا مزيان اش غادي دير. غادي تجي لي كارت ريزو ديالهم، غادي تشوفوا واحد لتحت هنا واحد ليكون مكتوبه فيها انترفاس 1 مثلا كابل كونيكتي، غادي تكليكي عليها. اوكي، غادي تكليكي عليها، غادي دير بوطون دووا، غادي تكليكي على ريغلاج ريزو. انا شوف انا من الاول كونفيغورينا، ولكن باش تاكد كتمشي لادابتر واحد لا كارت الاولى وكتشوف واش ريزو بريفي اوت داكور، وكدير اوكي. هني هادي ما فيهاش مشكل، كتمشي كذلك للثانيه بوطون دووا وكدير ريغلاج ريزو. اوكي، وكتشوف واش لا كارت الاولى اللي اختاريتي واش ريزو بريفي اوت، فهمنا، وكدير اوكي. هادي من جهه. ثاني حاجه في لونتربريز ما كان ديزاكتيفوش البارفو، مي بابا خطوه خطوه غادي نوريكم كيفاش اجوتيو ديزاكسيس ليست في البارفو او اوتوريزيو اون ماشين باش تكونيكتي مع اون نوتر. اوكي، مي بور لو مومون دو باز دابا حنا غادي بازيكمون غادي نو كنزيدو دي نوسيون جداد. كتمشي
le panneau de configuration تفهمنا وكتمشي لوين هنا اللي ما عرفش كاين كيكونوا بار كاتيجوري كتجي كتجي متى يعني باش تشوف دي زيكون صغيرين باش يبان لك يعني دغيا تبان لك ديك ويندوز فايروال يعني بارفو ويندوز اوكي غادي تشوفوا السيستم بالطلياني مي انا غادي نترجم لكم انت اسمعني اش كنقول لك هنا في لابارتي غوش غادي تلقى activer ou désactiver le pare-feu. Quand tu cliques, elle est à. Femme, non. Regarde, tu peux activer, dire la désactiver. Juge. Juge, on désactive. Ok. Ok, dire ok. La même chose que tu as sur le PC2. Quand tu mets le panneau de configuration, ou quand tu mets le pare-feu Windows, ou la partie gauche, fait activer ou désactiver Windows, pare-feu Windows. Quand tu cliques, elle est à. Ou qu'elle tire désactivé, juge, qu'elle tire point désactivé, désactivé, qu'elle tire OK. Pour le moment, on est bien. OK. Alors, on a la configuration de les cartes réseau. Qu'elle tire l'hénéa, hein? Bouton droit, qu'elle tire ouvrir le centre, le français a dit de centre de connexion des cartes réseau, le moyen, qu'elle trouve je fais de l'interface. Ok, qu'est-ce qu'il modifie les paramètres de la carte. Sur la gauche, qu'est-ce qu'il y a de la carte diable. Dit que le hôpital est monté. Quand monté était juge, je vais pas faire la machine. Quand monté était juge, je vais te l'enlever deux cartes. Mais d'abord, tu vas tirer les cartes dedans. Elle dit le bouton droit. Ok, propriété. Maintenant, on va dire IPv4. وغادي تلا بروبريتي وغادي نمسح هادشي اللي كنت داير اوكي وغادي نجي ندير لادريس اي بي الاولى قلنا 192.168.1.2 لو ماسك بار ديفو ما دير لا باسخيل لا والو اوكي وكدير اوكي كدير سي كتسد اوكي هنايا كتجي كتمشي لا ماشين الاخرى نفس الشيء كارت ريزو لي بارامتر كتحل داك لو سونتر ديال الموديفيكاسيون ديال لي كارت ريزو كدير موديفي هنا طلعوا لي جوج لاحظوا علاش حيت مونتي جوج اوكي هنا غادي نستعمل هي وحده غادي تطلع لك غير وحده غادير بوطون دووا بروبريتي كتمشي لاي بي في 4 بروبريتي غادي نمسح هادشي القديم غادي ندير 192.168.1.3 لو ماسك بار ديفو اوكي وكنسد تفاهمنا هنا كتكون تابليكات ليا لا كونفيغوراسيون ديال لا كارت ديالي دابا غادي نمشي لا ماشين الاولى باش نتيستي لا كونيكتيفيتي يعني غادي ندير لو بينغ فهمنا غادي نجي لهنا سوا كتمشي لويندوز كتحل لا بار ريشيرش وكتكتب سي ام دي اوكي سوا الا ما محتاجهاش انت دير مود ادمنستراتور كدير ويندوز لو بوتون ويندوز ار اوكي ويندوز ار كطلع لك واحد لا بار دو ريشيرش هنا كدير سي لا بار ديكزيكيسيون كدير سي ام دي كتكتبها كدير اونتري كيتحل لك فين بينا نتيستيو la connectivité. La commande pour tester la connectivité est ping. Ok? Quand dire espace, 192.168.1.3. Il y a la machine l'autre. Quand dire entrée. Là, on a dit que la réponse est qu'il y a la connectivité. TTL ou time to live. Time to live, je m'imagine sur Homer Bed, ou le temps de la vie. ديال لو باكي في لو ريزو اوكي هنا كاينه لا ريبونس يعني قال لك باكي لي باكي ترانسمي هما اربعه لي استقبلهم اربعه يعني حتى باكي ما مشاش في لو ريزو ما ضاعش يعني لو بينغ دايز غادي نمشي لا ماشين الثانيه نفس الشيء ويندوز اف سي ام دي اونتري كندير بينغ بينغ اوكي 192.168.1.2 باش نبينغي على بي سي 1 لاحظوا
هو دايز البينغ. يعني دابا لا كونيكتيفيتي دايزه بين اونتر دو ماشين. يعني تعلمنا دابا كيفاش نكوليغيو نربطو بين دو ماشين في لا ماشين فيرتويال. كنتمنى انه ما طولتش عليكم في هذا الدرس. ندير واحد ريكابيتولاسيون على هادشي اللي درنا. يعني قلنا كو كنفيريفيو لي كارت ريزو ديالنا، كنديرو لا كارت ديالنا نشوفها واش اكتيفي، يعني كنطلعها في الفيرتويال، وكندخل كندير ليها في لا كونفيغوراسيون، يعني ان ادريساج اي بي اللي يكون في لو ميم ريزو. اوكي، يكون في لو ميم ريزو، وكنأكد على هادي ولو ماسك ردو ليه البال. يعني راه الا كانت غير اختلاف راه ما دوش ليكم البينغ. حاجه اخرى، بور لو مومون كنديزاكتيفو لو بارفو. جو ريكوموند لو بارفو كي ديزاكتيفا، لانه الا خليتي ما عادش يدوز ليك لا كونيكتيفيتي وغادي يكون عندك بروبليم. من بعد غادي نقول لكم كيفاش تاجوتيو واحد الرول، واحد لاكسيس ليست في البارفو، وتخليو كيدوز هذاك لو ترافيك بين اونتر دو دوك لي دو ماشين. في الدرس ان شاء الله اللي جاي غادي نشرح لكم هذيك اللعيبه اللي قلت لكم، اللي خويا فؤاد اللي ناقشتها انا وياه هاد اليامات هادي، وعاودناها كيف دار لهم لو بروف. يعني وواحد لا كوموند كديرها في لو ريجيستر، غادي نشرح لكم شنو هو لو ريجيستر. كدير فيه اون كوموند باش ترانسفورمي اون ماشين فيرتويال، كتردها ويندوز كتردها روتر، كتلعب لك الدور ديال الروتر. اي سي بور سا غادي تحتاج في هاد لو تي بي 4 ماشين، 4 ماشين ويندوز. اوكي، علاش؟ غادي تسميو الاولى بي سي 1 والثانيه روتور 1 والثالثه روتور 2 والرابعه غادي تكون بي سي 2. ما نطولش عليكم، في الدرس الاخر غادي نشرح لكم هادشي في واحد لا ماكيت. وكنتمنى ان الدرس ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تدخلوش عندنا بلي لايك وبلي سبسكرايب ولي بارطاج ديالكم مع الاصدقاء ديالكم، ولي كومونتير الناس اللي محتاجه شي حاجه تكتب ليا في لو كومونتير، انا جو سوي ديسپونيبل باش نجاوبكم. غادي ندير الاقصى ديال الجهد ديالي باش نجاوبكم. والدرس الجاي ان شاء الله نضربو ميعاد واحد اخر ان شاء الله تعالى، ونشرح لكم فيه هادشي اللي تكلمت لكم عليهم اليوم. وخليتكم، والسلام عليكم.